مشاهدين أنفاس بريس، معنا واحد الفنان مختص في الأغنية المغربية العصرية، يونس المغربي. مرحبا بك معنا على أنفاس. السلام عليكم، كنشكرك أخويا بزاف على هاد الاستضافة ديالك، وكنتمنى لكم رمضان كريم واستمرارية إن شاء الله في هاد البرنامج ديالك، وراك عزيز وغالي. في رمضان كترمضن شوية؟ ما كنترمضنش بالمرة كاع، نقول لك علاش. لانني ما كان كمي، ما كان ندير حتى شي حاجه، سكيل في الحاجه اللي غتعصبني ما كايناش، والحمد لله راكم عارفين دابا مع الانسان تيكون سبورتيف وهذا عنده الوقت فين يدوز الوقت ديالو، وما كاين لا بليا لا والو، سكيل في الحمد لله كيدوز رمضان على اتم ما يرام. كتبرد الغديد في الجري؟ الماكله، الماكله في المورال في الطور، من الجري ما كنجريش، في رمضان كنمشي على ماقش. مع هذه الابتسامه الجميله بغيتك دير لي شي، انا بغيت نقول لك عاود لي نكته، ولكن النكته نخليوها هي الاخرى. بغيت شي موال. مرحبا. يا واخ جوني مار، يا قلبي اللي بغاك العمار، الوليد الوليد، انا جيت يا نجيت جوني مار. وانا جيت عندك اليوم. مرحبا. وعاود لينا واحد النكته باش يكون اختتامها مسك. واخا سيدي، شي نكته تكون زوينه وسهله وخفيفه. واخا، كاينه واحد المراه كبيره مسكينه في السن، ما قاريه ما والو، طلعت للطوبيس. الطوبيس ما عمرها طلعت في الطوبيس، لقات فيه الزحام، قالت واقيلا هذا المركوب مثلا انا كيركبوا كيتموا غاديين في سبيل الله، صحابو حمام، كتسحبوا مسكينه داك الشيء ديال الفابور، فهمتيني. هو طلعت سيدي، هو يطلع الكونترول على الغفله، بقى غادي الورقه وصل عندها، قال لها الشريفيه الورقه. قلت ليش من ورقه وليدي، انا ما عارف لا ورقه لا والو. قال لها الورقه ديال الخلاص. قلت انا ما عارف حتى شي حاجه. قال لي ركبي، انا ركبت. هو يقول لها الشريفه سالتها واقيلا ياك؟ قالت لي لا وليدي والله ما سالتها، دير حنا قرين في هذا الصباح الشعري والله ما سالتها بالله. حكى لي واقيلا